14:44 جزء 44 ثانية. هو الأولاني في سباق ال 1500 متر في التصفيات وتأهل بأحقية يعني باش يكون موجود في الفينال. ريم انتي سبورتيفا وتعرف الأسامي الكبيرة اللي موجودة في السباق هذايا. الوليد هذايا أول مرة يعوم، أول مرة يعوم، شفناه في ال 400، شفناه في ال 800 ترشح للدور النهائي. ال 1500 كان فما شك باش يشارك وإلا لا، ويشارك فينا تصفية في التصفية الرابعة اللي فيها الأسامي الكبار كل، لأنه تعداو ثلاثة تصفيات. فما ناس منعت بال 14:45 14:46 نجم تطلع، تعرف قد جاب هو 14:44، يعني باش نعرفوا الرقم الممتاز اللي عملوا توا. احمد الجوادي يترشح الاولاني في السيغي نتاعو، معاه شكون؟ معاه سباحين كبار موجودين معاه في التصفيه هذه الرابعه. باش نعطيك بعض الاسامي اللي موجودين في اللي عاموا 30. لوكا ديتوليو الطلياني ما ترشحش، سامويل شورت الاسم الكبير اللي معروف في السباحه، وشكون ترشح بطبيعه؟ دانيال ويفن اللي كان عمل احسن رقم 14:40 وهو اللي كان تحصل على الميداليه الذهبيه في سباق 800 اللي جاء فيه احمد الرابع. الف الف مبروك لتونس، الف مبروك لاحمد الجوادي. ممكن برشا ناس ما امنتش انه في سباق المسافات الطويله اللي هي يلزم توا نعملوا اختيار ونعملوا الشواء في المسافات الطويلة مش الصغيرة، تعرف ال 50% الأستراليين الأمريكان هما اللي عندهم ممكن الأولوية والأسبقية، والتوانسة من الملولي للحفناوي شفنا رواحنا أنه في المسافات الطويلة هذية نلقاو رواحنا. برافو برافو لأحمد الجوادي في السباق نتاعو اللي كما قلت ترشح من شوية للدورة النهائي ال 1500 متر، عمل 14 دقيقة 44 ثانية 20 جزء بالمية، تأهل كأفضل ثالث توقيت، لأنه كما قلت الأولاني كان في السيري اللي فاتت ويفن الإيرلندي عمل 14:40. فما بالترنييري الطلياني 14:42، فما أوبري الفرنسي عمل 14:45، فما داميا فرنسي أيضا عمل 14:45، يكون هو الثالث أفضل توقيت يترشح به. هو في العادة تعرف قداش يعمل ريم؟ 14:48. باش تفهم الراجل تفوق على اللي معاه، تفوق على روحه زيدا، وجاب 14 دقيقة 44 ثانية و20 جزء بالمية. الفينال باش يكون غدوة، كنت باش نسألك باش نقول لك الفينال وقتاش؟ غدوة خاطر المسافة طويلة من توا باش نتجندوا قدام تلفزة نحن. اي من عليوش كما قلت انا في سباق 800 قالوا لي نجوى ياسر ما كنتش متفائلة، لا خاطر سقاية على الأرض، ونعرف أنه فما ناس سابقينه في في الأرقام تاعهم، لأنه مش سهل أنه باش تعدى راهو سيكوندا. يقول لك سيكوندا سهلة، لا لا مش سيكوندا، هو جزء من جزء بالمية عنده ايه القيمة ايه متاعه، فتفوق على اللي معاه، تفوق على نفسه. اليوم هو كان من 10-11 واحد أفضل اللي موجودين من 27، يلقى روحه هو الثالث أحسن توقيت ويكمل هو الأولاني في التصفيات الرابعة متاعه. الحقيقة أنا أجل العمل الكبير والروح الكبيرة اللي عند السباح متاعنا هذايا. نهائيات غدوة؟ نهائيات غدوة إن شاء الله، مفروض 36 دقيقة بتوقيت فرنسا، ولا أسبق شوية بتوقيت تونس الخمسة، نقاو الخمسة وسبعة وثلاثين 38 دقيقة إن شاء الله الفينال. نعطي شوية أسامي ترشحت لحد الآن. فما كما قلت بالترنييري الإيطالي، فما دانيال ويفن اللي هو الأولاني، فما أوبري الفرنسي، داميا الفرنسي، فما كوزي هذايا عمره 16 سنة تركي عمل 14:45، كان هو اللي جري في السيري الثانية، السيري الأولانية حتى حد ما ترشح منها ب 16 دقيقة. أحمد الجوادي 17 سنة، أحمد الجوادي أكبر شوية، أكبر شوية. أحمد أما أول من المرات الأولانية بالطبيعة اللي هو يكون موجود في الأولمبياد. دخل السباق الأولاني كمل التاسع، يعني هما ثمانية يترشحوا، دخلة باهية. الدخلة الثانية في سباق ال 800 مع الكبارات الكل لقى روحه الرابع، يعني مش بعيد برشا، يلزم شوية خدمة. ثم في ال 1500 كان شك يشارك وإلا ما يشاركش، وال 10 كيلومتر أيضا اللي مش مشارك فيها في الصين ونعرفوا مشاكل نتاع الصين، يعطي الصحة أنه خير يشارك. واحسن حاجه ينجم يهديها الروح وقبلنا نحن العمل الكبير نتاع السباحه. فنعاود نذكر قبل ما يرجعوا معاكم بالتاكيد زملائي وياخذوا معاهم ان شاء الله كل التفاصيل اللي تجينا من باري ديفونس ارينا اللي صارت فيها السباقات هذيا، وخاصه السباق هذيا ال 1500. نذكر انه احمد الجويدي ترشح لنهائي سباق ال 1500 متر غدوه الفينال. اما قبل ما نوصل غدوه بالتاكيد الاذاعه الوطنيه ترجع معاكم في مختلف البرامج على الرقم هذيا والنجاح هذيا.